فنان تشكيلي نحات متعدد المواهب موسيقى طبعا كنحت كزخارف إسلامية يعني كزخارف بنيان هذه طبعا اللوحات هي فخاريات طبعا في جداريات بيقولوا عنها ريليف بالانجليزي لوحات زيت انا مختص يعني في النحت وفي في في في, في الفخار بيكون اقوى شيء احسن اقوى اكثر حاجه انا وجدت قرحة الفنيه وانا طفل صغير عمري 4 سنين انت اول يعني بقيت اشتغل انا اشتغل بالورق اشتغل بالسلك بالحوار حتى وصلت لسن 14 اول شيء اول شغل انا عملته على نحت على الفخار وانا كان عمري 14 سنه ومن هذا الشيء انطلقت حتى صرت ل 18 مش احترفت بديت اعمل معارض اشتغلت في معرض في برا في الضفه في الحكواتي اشتغلت في داخل الخط الاخضر عاد سنوات يمكن عمري هلقيتها تقريبا ما يقارب ال 60 سنه كمحترف عمري تقريبا 30 سنه هي في رموز وطنيه وفيها عمل زي عملات يعني حاجات يعني العمله اللي سكت في ميناء يافا في ميناء غزه العمله العباسيه العمله الامويه سيف علي رضي الله عنه معارك زي معركه القادسيه لسعد بن ابي وقاص عملت مثلا معركه حطين لصلاح الدين عملت حصار عكا ايام ريش قبل الاسد وعملت كثير حاجات عملت عن عن الاندلس اخر ملك الاندلس عملت عبد الله الصغير اخر ملك الاندلس طبعا اللي قالت له امه ابكي كالنساء ملك لم تنصنهم هذا اغريقي هذا فلسطيني وهذا فلسطيني هذا سرجون حضاره باب الاشرف العراق هذا المردن الاغريقي عمر المختار قائد ليبي هذا ملك اشور يرتشف بالكأس ويصطاد الأسود هذا المنتقم لأبي روماني هذا هانيبال كسر روما بقوت قوتها وهذا هذا إغريقي رامي القرص أو مردن أو المردن الإغريقي طبعا حاجات تراثية أشكال الأعمال اللي كانوا يعملوها أو يتخذوها زمان قبل 100 سنة أو 50 سنة زي قبل الهجرة طبعا قبل الشتات كانوا يستخدموا البير مثلا يستخدموا المنخل كان البيوت شبه طينة هيك في الريف يعني هذا ريف فلسطيني مرة بنت قاعدة بتشرب من إبريق بنت متكئة على البير متكئة على جرة طبعا وقاعدة على البير وهذيك بتشيل المية وهذيك بتغزل اللي هو بتغزل الإحبال صوف يعني شايف وهذا راعي جاي على المية على أساس إنه يشرب يشرب غنمات ويشرب حاجة زي هيك طبعا هذه الحصار الحرب على غزه طبعا رموا عليها صواريخ رموا عليها الطيارات في الطيارات وهذه مره ماخذه ابنها ولا حول ولا قوه الا ان شرده مش عارف وين تروح